أجرى وزير الخارجية والتعاون صلاح الدين مزواري يوم الجمعة بالرباط مباحثات مع نظيره من جمهورية غينيا الاستوائية أغابتون باموك، والذي سلم له رسالة موجهة إلى جلالة الملك محمد السادس من رئيس بلده. وتباحث الطرفان حول سبل تقوية العلاقات بين المغرب وغينيا الاستوائية على مختلف الأصعدة. بغيت نأكد بأن العلاقات ما بين المغرب وغينيا الاستوائية هي علاقات جد متميزة، علاقات متينة، وعلاقات مبنية على وحدة الرؤية في مختلف القضايا. نبغي بالطبع بهذه المناسبة نشكر دولة غينيا الاستوائية على الدعم ديالها المستمر والثابت فيما يخص قضيتنا الوطنية في مختلف المحافل، ونأكد كذلك بأن كل الدينامية اللي تخلقت على المستوى ديال العلاقات ما بين البلدين منذ زيارة جلالة الملك إلى غينيا الاستوائية كلها كتعرف الطريق ديالها نحو التطور ونحو التنمية. C'était pour essayer de commencer ou continuer les discussions. الهدف من هذه الزيارة هو مواصلة النقاش من أجل تقوية التعاون بين المغرب وغينيا الاستوائية، كما تعرفون لدينا علاقة قوية منذ سنوات، وهذه الزيارة ما كانت من توطيدها وإبراز مساندة غينيا الاستوائية للتعاون جنوب جنوب. Et dire aussi que la Guinée équatoriale soutient beaucoup la coopération sud-sud. ونوه الطرفان بقوة العلاقات تجمع بين المغرب وغينيا الاستوائية، كما أعلن وزير الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار أن توقيع عدد من الاتفاقيات التي تهم مجالات مختلفة لتعزيز هذا التعاون، وذلك خلال أشغال اللجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وغينيا الاستوائية المرتقب تنظيمه في مطلع 2014.